كلمة الأستاذة الدكتورة فادية كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، فلتتفضل. دولة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الأستاذ عبد الحميد دبيبة، صاحبة المعالي ممثلة رئيس جمهورية تونسية الدكتورة أمل بالحاج موسى، عزيزتنا رئيسة المجلس الأعلى للمنظمة الدكتورة حورية طرمال، وزيرة شؤون المرأة في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، صاحبات الفخامة وصاحبات وأصحاب المعالي والسعادة، عضوات وأعضاء المجلس التنفيذي للمنظمة، أصحاب المعالي الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية الذين رافقوا قدومنا إلى دولة ليبيا، إلى أرض ليبيا، إلى رحاب ليبيا، واسمحوا لي أن لا أذكرهم بالاسم كي لا أتجاهل أو أنسي أحدا، صاحبات وأصحاب المعالي عضوات المجالس أو الوفود الرسمية للدول العربية، واللواتي في أغلبيتهن هم معنا على الزوم لأن ظروف التواصل كانت تقضي بذلك، وهي لغة عصرنا، الزوم هو لغة العصر، يقرب المسافات ويسهل التبادل. الباحثين والباحثات الأعزاء الحاضرين والذين هم على الزوم، أيها المشاركين والمشاركات، أيها المشاركين والمشاركات، أيها الحضور الكريم، دولة الرئيس، بحضوركم اليوم بيننا شرفتم النساء في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، وأضفتم إلى الانطباع الذي لدينا بأن حكومتكم لديها انحياز لطيف لصالح النساء، وقد أعطيتم في الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، صورة حسية لهذا الانحياز لصالح العدل والإنصاف عبر انضمام 5 سيدات إلى حكومتكم، وهذا أمر يحمل دلالات كثيرة، وأنتم لستم بحاجة لشرح ما هو واقع، فنحن نراه بأم العين، ولا سيما وأين بينهن من تعرفنا إليها رئيسة للمجلس الأعلى للمنظمة خلال العامين الأخيرين، وكانت كأنها داعية ترافقنا في كل محطات أنشطة المنظمة. الدكتورة حورية طرمال تحمل البسمة والمحبة والود، وتساهم في تعزيز أواصر العلاقات بين منظمة المرأة العربية وكل الدول العربية التي زرناها، وكنا بالأمس القريب في سلطنة عمان بضيافة أهلنا في عمان، وكانت برفقتنا الدكتورة حورية، ومن ثم انتقلنا إلى المغرب وكانت الدكتورة حورية إلى جانبنا بل أمامنا تفتح الطريق لكي نعزز أواصر التواصل فيما بين الوزارات ذات الصلة بقضايا المرأة في الدول العربية. ودولة الرئيس، كما ترون فإن هذه الأنشطة وهذه التحركات هي جسور نمدها نحن النساء، لأن نحن قضايانا كنساء في العالم العربي هي في أغلبيتها قضايا واحدة، وعسى أن نتحد من أجل مواجهتها والتعرف إلى عمق جذورها ومعالجتها، ونحن نثمن من هم بين المسؤولين الكبار، وأنتم في عدادهم يا دولة الرئيس، هم داعمون أو داعمين لهذه المبادرات، وداعمين لكي يكون هناك معالجة علمية هادئة عربية بامتياز، صاحبة أجندة عربية بامتياز وليست أجندة دولية في قضايا المرأة في العالم العربي، لأن أجندتنا نحن كمنظمة للمرأة العربية نابعة من معاناة النساء في العالم العربي ومن إرادة المجلس التنفيذي الذي يمثل الدول العربية في المنظمة.
دولة رئيس منظمة المرأة العربية ولدت منذ 20 عاما، ونحن نتشرف بأن نجمع تحت عباءتكم في دولة ليبيا 3 مناسبات في مناسبة واحدة: المؤتمر العام واحتفالية بدء احتفاليات العام 20 وتسليم جائزة الإعلاميين قادة الرأي العام. بالنسبة لمؤتمر المنظمة العام فهو محطة مهمة جدا في تاريخ المنظمة، نحن في المؤتمر 9 منذ 20 سنة، لأن المؤتمر العام يجمع الباحثين الأكاديميين ومراكز الأبحاث في الدول العربية وصانعي القرار في مجالات تخص المرأة ومجالات تخص الاقتصاد ومجالات تخص الضمان الاجتماعي والشؤون الاجتماعية في كل الدول العربية، ويجري تشاور خلال المؤتمر وتجديد الرؤية وتجديد برنامج عمل المنظمة. المؤتمر العام هو محطة وهو بنفس الوقت هيكل structure من بين هياكل المنظمة، أهميته مع احترامي للجميع بأهمية المجلس التنفيذي والمجلس الأعلى فيما يصب من خلاله في بث النبض والتحيين، أي محاولة دائما تكييف أجندة المنظمة مع مقتضيات واقع المرأة في الدول العربية. المنظمة اختارت لنفسها أن تكون منظمة، صحيح أنها حكومية لكن ليست منظمة بيروقراطية، لأن مهمتها الرئيسية إعطاء المشورة للحكومات ومحاولة دعم البرامج التي تقوم باعتمادها الحكومات العربية والتي تهدف إلى تعزيز وضع المرأة ودورها. ومن خلال المرأة كلنا يعرف أن هدفنا هو أن نعزز الأسرة في المجتمعات العربية، وأن نعزز من خلال الأسرة المجتمعات المحلية نفسها والمجتمعات الوطنية، أكان ذلك عبر مشاركة المرأة بصناعة القرار أو كان ذلك عبر تمكين المرأة اقتصادياً لتعزيز قدراتها وقدرات أسرتها وبيئتها المحلية، وإن كان ذلك عبر العمل على تطوير الذهنيات والسلوكيات الاجتماعية من أجل أن يكون هناك تطور للمجتمع متزن متكامل مترابط ويكون بنبض عربي. أهم شيء نحن نستفيد منه في المنظمة هو تبادل الخبرات العربية واستعراض قصص نجاح، وأن نستلهم من تجربة بعضنا بعضا، لأن مساراتنا متنوعة، لأن ظروف دولنا هي ظروف متنوعة. دولة الرئيس، لن أطيل أكثر في كلمتي، لكنها مناسبة العام 20، نحن نسعى، نحن في المنظمة أهل صدق ووفاء، ونحن نصادق ونفي ونعاهد بالوفاء لمن صادقنا وصدق معنا ودعمنا، ولكن أهم شيء بالنسبة لنا أن نبني ذاكرة مؤسسية تحمل 20 عام فيه بصمات كل من عمل قبلنا، ونحن اليوم هنا وطبعا ذاهبين وسيأتي سوانا، ويجب أن يستمر هذا المدباك يكبر لبنة بعد لبنة. وهذا الأمر هو الذي حدا بنا إلى الاحتفال بالعام 20 لكي نكرم كل من سبقنا ونضع أرضا ثابتة أمام من سيأتي من بعدنا. دولة الرئيس، حكومتكم انحازت وضمت في صفوفها نساء وأعطتهن حقائب مهمة، وليست وزارة شؤون المرأة أقل أهمية من سواها لأنها وزارة صعبة جدا، ولكن هذا أمر نعتبر أنه يجعلنا نثني على هذا الخيار الاستراتيجي الذي اعتمدتموه، ونعول على ما تقومون به من جهود، ونتمنى ونصلي لكي تعزز الوحدة الوطنية في ليبيا وتكون أو تعود إلى تألقها ضمن الأسرة العربية وعلى المستوى الدولي. وطبعا دولة الرئيس، عملنا غير سياسي لكنه يجري دائما تحت سماء السياسة، فنحن النساء نصلي لكي يعود الوئام على مستوى العلاقات العربية وتتبدد كل الغيوم،
ونرى بأم العين أن هناك غيوم تبددت وظهرت غيوم سواها في مناطق أخرى من العالم العربي، من المحيط إلى الخليج. نحن بحاجة إلى التضامن ولم الشمل، وأن نستفيد من تجارب بعضنا وأن نعمل معا. عسى أن تكون المرأة هي رافعة من رافعات التضامن العربي، إذا سمحتم لنا، وإذ نتمنى كل الخير لليبيا وللعالم العربي. اسمحوا لي أن أقول أن منظمة المرأة هي أشبه بشجرة الأرز، شجرة الأرز التي هي تعانق السماء وتحاول أن تناجي رب العالمين. إنما أهم ما في شجرة الأرز دولة الرئيس هي أنها تضرب جذورها بالأرض وتعصي على كل العواصف، أو أن هناك تشبيهاً آخر أقرب إلى أكثر الدول العربية غير الأرز هو شجرة النخيل. فلتكن مثل شجرة النخيل، هي أنيقة شامخة وفي نفس الوقت مرنة، تلوي ولا تنكسر. منظمة المرأة العربية باقية في خدمة النساء العربيات، وفي من خلال النساء نود أن نخدم مجتمعاتنا والتضامن العربي بأسمى أشكاله. عاشت منظمة المرأة العربية، وشكراً لليبيا على استضافتها الكريمة وحرارة استقبالنا الذي أثرنا كثيراً، ونحن سنقوم بكل ما نملك من قدرات، بكل ما يلزم لدعم جهودكم كما جهود كل من يعمل لدعم النساء ودعم المجتمعات ودعم السلم ودعم الوحدة الوطنية ودعم التضامن العربي. عاشت منظمة المرأة العربية، عاشت المرأة العربية، الحياة الكريمة لشعب ليبيا، الحياة الكريمة والوحدة الوطنية لشعب ليبيا، والسلام عليكم ورحمة الله.